الجيم نفسه يا احمد شفته ازاي؟ وكتير من الناس يمكن انا عارف طبعا موقف يعني احساس الجمهور وهو بيتفرج على فرقته رغبته في انها تلعب بشكل معين بيبقى مختلف تماما على الجهاز الفني اللي قاعد. انت قعدت يعني على البنش وعارف يعني ايه احساس انك تقود فريق وعارف احساس حسابات المكسب والخساره والنقطه والبطوله. تكتيكيا يمكن كره الحقيقه قدم على اعلى مستوى طبعًا سواء رادس طبعًا او القاهرة. يمكن الاداء ما كانش ممتع ما كانش بالذات في القاهره يمكن الهدف المبكر ما كانش في مصلحه الجماهير اكتر ما كان في مصلحه الفرقه. لكن في النهايه كولر ادار المباراتين ازاي من وجهه نظرك وهل تديله العلامه الكامله من في اداره مباراه بحجم من نهائي دوري الابطال من ناحيه التكتيكيه وهل كان مطلوب منه اكتر؟ هل كنت مستني منه بعد الهدف المبكر انه يضغط يحاول يزود حصيله اهداف ولا فكره انك انت تقتل الجيم وتفوز باللقب؟ لا طبعا اتفق على سيناريو مارسيل كولر في المباراتين واديله العلامه الكامله. يعني مارسيل كولر ادار المباراتين بالاخص الترجي التونسي غير طبعا مشوار البطوله كله. مارسيل كولر ادار كل المباريات بطريقه مختلفه كل مباراه نسخه يخسر فيها الاهلي لم يخسر فيها. وعشان كده انت قلت حاجه مهمه جدا، ليه الكل استسلم المره دي؟ النادي الاهلي عمل مشوار تاريخي الموسم ده، النسخه الاخيره دي النادي الاهلي مقدم مشوار مميز جدا. واعتقد يعني انا عايز اجيب لقطه بس يعني لقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم بس على مارسيل كولر واداره المباراه. لقطه وتبين على كلام بلال روح النادي الاهلي، محدش بيفكر تفكير فردي. لقطه اللعيبه وهي بتستلم الكاس دوري ابطال افريقيا وبيندهوا على كابتن محمود الخطيب عشان يبقى موجود معاهم في الصوره وصفهم. فدي مهمه جدا لقطه يعني بتبين النادي الاهلي دايما كل المنظومه بتبقى ايد واحده. هي دي اللقطه اللي بتكلم فيها طبعا. يعني اللقطه لو بعدت شويه تلاقي كابتن محمود الخطيب موجود كل طبعًا. اعتقد كل كل اللاعبين والمجلس والجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب صوره طبعا جميله جدا تبين روح النادي الاهلي دائما. بالنسبه للمباراتين بشوف ان مارسيل كولر يعني طبعا مدرب الترجي التونسي طبعا ميجيل كاردوزو اعتقد كان بيحاول يعمل يعني يدي النادي الاهلي الطعم اللي عمله في نادي صن داونز لكن نجح. نجح مارسيل كولر ان هو ما ياكلش الطعم في ان هو كان بيحاول يستدرج النادي الاهلي ان هو يكسب بضربه ثابته بكره مرتده لكن هو ما طمعش. وناس كتير بتقول او انا عن نفسي كنت في الملعب فطبيعي جدا بتلعب على ملعبك وجبت هدف في اول سيناريو ولا اجمل في اول ثلاث دقائق. بالمناسبه السيناريو ده اتكرر في نهائي الزمالك يعني كورنر عمرو السوليه اتكرر في نهائي الوداد علي معلول محمد عبد المنعم مظبوط وحسين لربيع يعني الثلاث لقطات دول حسموا في ثلاثه فاينل طبعا ثلاثه فاينل فهنا يعني كولر بقى خلاص يعني بقى عنده خبره كبيره جدا 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 في افريقيا كبيره جدا. هو خلاص مذاكر فرقه الترجي كويس جدا عارف دايما ان فرقه الترجي التونسي بتحاول تستدرجك ان هي بتحاول دايما تخليك تفتح اللعب. الترجي التونسي ما بيظهرش مع اي منافس قوي غير لما يبدا يفتح خطوطه. صن داونز فتح خطوطه وهو دايما فتح خطوطه بس فتح خطوطه بزياده وطمع في المباراتين. صن داونز الفريق الوحيد اللي خسر منه ذهابا وايابا هو الترجي التونسي مع ان كواليتي لعيبه الترجي التونسي مش افضل من صن داونز لكن خلينا نتفق ان مارسيل كولر اطار المباراه. وطبعا يعني في تغييره مهمه جدا 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 بشوف ان هي كانت مهمه قوي في المباراه تغيير اليو ديانج. يعني طبعا عودته كانت مهمه جدا بره المنهج تماما بتجيب بتجيب اليو ديانج لا ملاحق ولا دي شخصيه مارسيل كولر شخصيته الجريئه في ان هو بيدفع باي لاعب في اي وقت طالما جاهز عنده جرأه. تغييره مهمه جدا 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 يعني توقعت قفشه توقعت عبد القادر توقعت ورقه في الدقائق الاخيره تقدر لا. تخطف بقى وتخلص خلاص فهم؟ هو خد بالك برضو يعني ما ننكرش ان احنا كنا كلنا قاعدين على اعصابنا طبعا يعني لكن يا احمد عايز اقول لك على حاجه النهايات دايما تكسب ولا تلعب يعني خلينا نتفق ان النهايات دايما تكسب وتلعب لو بقى المكسب مع الاداء بتبقى نادرا وده بيعتمد على المنافس. هي طبعا تغييره كانت مؤثره في سير المباراه طبعا لكن اقصد اقول انه اختيار ديانج في حد ذاته يعني ديانج يعني ديانج المنسي ديانج بقاله 3 شهور او 4 شهور تقريبا بقاله 3 4 شهور ما خدش حتى 5 دقائق في مباراه فبيجي من الدار للنار نازل دوري نهائي دوري ابطال وخلاص المباراه في توقيت حساس جدا فكان الحقيقه رهان كسبه مارسيل كولر. لكن بالنسبه لكل اللي تابعوا المباراه قالوا ديانج رغم انه ديانج طبعا ما حدش يختلف عن لكن بعد 5 دقائق انت اطمنت لما يعني شفت ديانج بحاله ديانج البدنيه والفنيه اطمنت ان تغيير مارسيل كولر كانت في محلها. فالنادي الاهلي ومارسيل كولر اديله العلامه الكامله طبعا ادار المباراه بذكاء كبير جدا
ذهابا وايابا ونجح في ان هو يحسم المباراه، وكان هو رسم السيناريو، هو كان عايز يخرج بنتيجه ايجابيه، التعادل السلبي لو حب كان يخطف، ونتيجه طبعا في مباراه العوده يعني هو كان راسم وضغط من اول مباراه بامام عاشور يلعب كمهاجم ثاني جنب اسامه ابو علي، ودي مهمه جدا، واعتقد نجحت في ان هو طبعا يجيب هدف في اول ثلاث دقائق، وساعد النادي الاهلي بعد كده ان هو يستحوذ ويعمل ضغط على فريق الترجي التونسي، بحيث اعتقد الترجي التونسي ما كانش فيه اي خطوره في مباراه الاياب تماما.